اهلا وسهلا بكم مشاهدينا وحياكم الله معنا. سعداء جدا بهذا التواصل الاعلامي كل خميس وجمعه عبر الفضائيه الكويتيه من اسواق المباركيه، هذا المكان التاريخي والتراثي والتجاري اللي دائما يحظى باهتمام وقبول وزياره اخواننا المواطنين والمقيمين وايضا زوار دوله الكويت من الدول الخليجيه والعربيه واصدقائنا الاجانب اللي يحرصون على زياره مثل هذه الاماكن التاريخيه والتراثيه في دوله الكويت. اهلا وسهلا بالجميع وان شاء الله نتواصل معاكم من الآن لغاية الساعة 9 مساء من خلال فقرات عديدة ومختلفة راح نتعرف عليها، ولكن بعد ما أرحب بزميلي وأخوي نجيب بنواف. مساء الخير. مساء الخير سعد، مساء الخير مشاهدين تلفزيون دولة الكويت. مثل ما احنا عودناكم تفضل زميلي سعد أن فعلا احنا موجودين معاكم كل خميس ويمعة في أسواق المباركية، الأسواق الحلوة التراثية المميزة اللي احنا موجودين. يعني أنا سعد بعد اللقاء يعني أنا ودي أوصل رسالة وأمانة هذه أمنوني فيها بعض المواطنين والمقيمين والخليجيين، قالوا نبي توصل رسالة شكر إلى معالي وزير الإعلام ووكيل الوزارة والوكيل المساعد وكل أسرة وزارة الإعلام على هالبرنامج اللي أعطى يعني ما شاء الله صورة جميلة حق أسواق المباركية. يقولون والله إحنا الخميس الجمعة نستمتع، فهذه رسالة شكر يقولون وصلها للمسؤولين في وزارة الإعلام على هالبرنامج المميز هذا. أكيد يعني هذا حرص من المسؤولين وجميع أخواننا العاملين في وزارة الإعلام أخوي نجيب، في أن أيضا ما دام الناس جايين حق المكان التاريخي والتراثي هذا، فوزارة الإعلام تتفاعل مع كل ما هو جميل بدولة الكويت، والمباركية مكان حلو وجميل، فبالتالي حطينا الفرق الشعبية الكويتية اللي قاعد تقدم أغاني تراثية حلوة جميلة يحبها جميع الأعمار. وأمس يعني ما شاء الله قبل شوي يعني تأكيدا لكلامك الكثير من إخواننا الزوار يقول والله أمس استانسنا بالفرقة، نبي فرق زيادة، اليوم عندنا فرقة أنور الشامي للفنون الشعبية، فهذا يعني حرص كبير من إخواننا في وزارة الإعلام أنه أيضا نتواجد معهم ونتواجد مع فن كويتي أصيل، بالإضافة إلى مسابقاتك وأسئلتك التراثية الحلوة وأيضا ضيوفنا اللي دائما يتميزون في تخصصاتهم وخدمتهم للمجتمع الكويتي. نعم، البعض يقول لك سعد يقول لك أنا بعمرت أي أنا مع أهلي انت عشاء وانت مشى ونستانس، ليش نحضر عندكم هالفرقه الشعبيه؟ الحلو ان انتم كل يوم يعني كل نقول كل خميس ويمع تنوعون في هالفرق، يعني مره الفرقه الشعبيه، مره فرقه عرضه، مره الفرقه الحضرميه، يعني ما شاء الله فرق شعبيه مثل ما تفضلت اليوم معنا فرقه انور الشامي ما شاء الله، شيء جميل لما احنا نشوف هالفرق اللي موجوده تحيي اسواق المباركيه بهالجمهور الطيب هذا. قبل لا اروح الى فرقه انور الشامي، شنو اول سؤال راح تساله؟ اول سؤال انا اقول لك اياه، في اي عام تم بناء بيت العثمان المسمى حاليا بمتحف بيت العثمان؟ اي سنه؟ 1926، 1936 او 1946؟ واخذ الجائزه. والاجابه الصحيحه شنو؟ كيفك؟ 46. واحده منهم صح. 1946. والله انك صح، يعطيك العافيه. عموما مشاهدينا نترك المجال لزميلنا عادل الرشيدي والكاميرات المنتشره في اسواق المباركيه، خليكم معانا بعد هالفاصل هذا. كل مالي وروحي من فداياه، كل مالي وروحي من فداياه. العزيزة
يوم ابناها أرضنا غالية وأميرنا غالي شيخ بو ناصر طيب الفالي بدرب الخير مشاها العزيزة يا بعد حالي يا حلو شانها ويا حلو مبناها دارنا دارنا بالمنزل العالي اهلا وسهلا بكم مشاهدينا وحياكم الله معنا من جديد في اسواق المباركيه. كل الشكر والتقدير لفرقه انور الشامي اللي موجوده معنا هني، وان شاء الله من خلال سرح الحلقه راح تشوفون اغاني شعبيه تراثيه وطنيه كثيره من هذه الفرقه الجميله، وايضا زميلنا نجيب القحطاني واسئلته الخفيفه، وايضا عندنا في استوديو المباركيه مبدعه كويتيه، يعني من القلائل اللي احنا نسوي وياهم لقاءات اللي هي مصممه مجوهرات، اختنا
الأستاذة أبرار الإبراهيم موجودة معانا هني، راح نتكلم عن هذا التخصص النادر والجميل واللي إحنا نفتخر فيه. أبرار مساء الخير وحياك الله معانا. مساء النور، الله يحييك. أهلا وسهلا فيك. قليل جدا أبرار أن إحنا نلتقي مع مصممة مجوهرات، فودنا نتكلم على هذا التخصص. احنا اغلب اللي نعمل وياهم لقاءات ماخذينها مثلا بالخبره او اشخاص يعني يشترون بضاعه ويبيعونها، يعني بيع وشراء. انت لا، ماخذتها كنوع من التخصص. انا تخصصت او تخرجت من الجامعه معماريه، مهندسه معماريه. فاي احد يتخصص هندسه معماريه او تصميم معماري او بعض مجالات التصميم، مخك سبحان الله مع الدراسه يتبرمج انك تقدر تصمم اي شيء. هي التصميم فكرة أن أحد يصمم شغلة هي حل لمشكلة. عندك أنت مشكلة تبي تحلها، سواء اجتماعية ثقافية، تبي تلقى حل حق سبيس معين، مساحة معينة، هي كلها مشاكل تنحل، نحلها عن طريق تصميم معين. المجوهرات نفس الشيء كانت بالنسبة لي، هي عندي جسم، عندي أذن، عندي أصابع، عندي رقبة، أبي أزينها بشيء، فهي مثل مشكلة بلاقي لها حل بتصميم معين، فهذا اللي خلاها سهلة نوعا ما بالنسبة لي. نعم. على فكرة يعني أستاذة أبرار، شلون قدرتي تجيرين كمعمارية اللي فيها شغلات حادة احنا نشوفها على مثلا شغلات ذهب اللي هي ناعمة؟ كان تشالنج حلو او تحدي. تحدي مو نوعا ما، مو تحدي، كان خبره حلوه جديده. ان انقل خبره تصميم مباني كبيره، خدمه او خبره تصميم مساحات لشيء وايد اصغر، فتبدي تشوف التفاصيل بطريقه ثانيه، تبدي تدقق بتفاصيل معينه. غير كذي يدش معاها مجال ثاني، ان انا متعوده مثلا اصمم بخشب وبحديد وبكونكريت، جيت الحين بصمم بماده ثانيه، بمعدن، باحجار، فهذه كلها طبعا ياخذ معاك دراسه وياخذ معاك خبره، وفي ترايل اند ايرور، ومرات تسوي اشياء غلط وتتعلم منها، بس هي بالاساس مخك شلون يشتغل. انت عندك ماده تبي تصمم منها شغله، فهي ما اختلفت عندي كونكريت ولا ذهب. لكن دخلت دورات مثلا يعني خلت عندك خبره اكثر، ابداع اكثر؟ طبعا خذيت دورات بتصميم مجوهرات، خذيت دورات بطريقه البزنس بالمجوهرات. وخذيت دورات جمولوجي اللي هي دراسه الاحجار، لان ما تقدر انت تبيع حق الزبون شغله، خاصه اذا كانت ذهب والماس واحجار كريمه، شيء نوعا ما غاليه، شيء وايد بيرسونال او شخصي حق الانسان، ما يصير انت تبيع اي سلعه وانت مو خبير فيها. لما يجي الانسان يسالك اي سؤال، يبي يعرف معلومه معينه عنها، لازم تكون عندك المعلومات، ولا شلون تصممها وتبيعها؟ هذه مصداقيه لازم تكون عند الكل. نعم. احنا اللي نعرفه والناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يعني، والبنات اللي يتعاملون معك يعني في يعني والحريم في مختلف الاعمار اللي يتعاملوا معك، يعرفون ان عندك مشروع اسمه ذهبه. ذهبه انا شايفه كلمه ايجابيه، شلون يعني قدرتي يعني العنوان دائما يجذب للناس؟ فودنا نتكلم على ذهبه، يعني مشروع ذهبه للمجوهرات. هذا الاسم قصته وايد حلوه. اول ما جتني الفكره بتصميم المجوهرات، كنت مصممه ان ابدي ماركه معينه باسم معين، براندنج معين، تكون شيء شامل متكامل اقدر اعطيه حق الزباين. فهنيت لنا مشكله ان شلون نختار الاسم، وهذه صدق كانت وايد صعبه. اي بزنس مرحله اختيار الاسم جدا مهمه، لان الاسم مواجهه اي بزنس. فكنت قاعده ويا المصمم اللي صمم لنا اللوجو، وسالني سؤال واحد، قال لي اذا كانت ماركه بنيه شلون راح توصفينها؟ فقلت له بتكون ذهبه. وبس عشان يصير فيها، ليش ما نسمي الماركة ذهبة؟ هي لها علاقة بالذهب والمجوهرات، وهي مثل ما تفضلت، أنا ما كنت شايفتها بطريقة إيجابية مثل ما تفضلت، بس كنت شايفتها أنها شيء وايد حلو ومميز ونوعا ما فرايحي، متعودين عليه إحنا كخليجيين وككويتيين. فيا الاسم بهالموقف. نعم. كبنت كويتية وإحنا يعني نفتخر فيك يعني أختي أبرار، لازم أنت تتميزين، يعني شنو اللي يميزك عن غيرك اللي خلى مثلا البنات يجون عندك مثلا، وخاصة يعني البنات اللي مثلا خاص على نقدر نقول عنها العروس، دائما تبحث عن الشيء المميز، فشنو الشيء المميز اللي جو عندك وما لقوا عند غيرك؟ يعني أنت لازم تكون متميزة. يعني مثل ما تفضلت، الشيء اللي يميز أي بزنس مجوهرات أو غير مجوهرات، أنك تقدم خدمة تكون أنت يونيك فيها، أنت مميز فيها. فأنا لأني مصممة مجوهرات، مو واحدة مثل ما تفضلت أن أخذ مجوهرات وأرد أبيعها أو تصاميم ناس معينة،
هني كانت عندي الحريه ان انا اصمم شيء خاص حق هالانسان، او مثل ما قلت حق العروس او البنيه اللي جايتني. فدائما احرص على تصاميمي حتى حق العرايس ان تكون فيها شيء شخصي جدا حق هالبنيه اللي بتلبسها. أيه. فكل ما لبستها واحد سالها عنها، حتى لو هي القصه مو واضحه اول ما يشوفونها، بس من يسالونها عن هالقطعه تكون وراها قصه تقدر تسولف فيها. هذه الكونفرزيشن او المحادثه اللي تصير بين البنيه اللي لابسه ورفيجاتها ولا اللي حوالينها ولا حتى الناس الغرب، هني تعطيها خصوصيه ان هذه القطعه مصممه حقي انا، مو مصممه حق احد ثاني، لها قصه تعنيني انا وبس وما حد يعرفها الا انا. نعم. الالماس شنو يعني لك ابرار؟ الألماس كحجر هو أصلب حجر بالأرض، ويتكون تحت ضغط عالي وحرارة عالية جدا، هو كربون. أي. بس كربون. ففكرة أن الكربون مع الضغط والحرارة يطلع لي ألماس، هذا شيء وايد يجذبني بهالحجر. أن أي إنسان المفروض الضغوطات اللي تحصل له بالحياة ما تكسره، بس تطلع الماس، تطلع حقيقته، تصلبه وتصقله وتخليه يواجه الدنيا. نعم. هل أنت يعني سويت شغلة كنت جريئة فيها أو مغامرة فيها؟ يعني حسيت سويت الشغلة يمكن اللي أكثر شيء غامرت فيها، ولأن إحنا مجتمعنا نوعا ما مجتمع محافظ. إن إحنا متعودين دائما المواليد نلبسهم ما شاء الله، نلبس آية الكرسي، نلبس المعوذتين. بس أنا جيت خذيت آيات ثانية بالقرآن، خذيت أشعار، خذيت وايد أشياء الناس مو متعودة أن تلبسها وتتقلد فيها بمعاني ثانية، وخليتهم يحبونها. خذيت آيات معينة لها معاني روحانية أكثر، لها معاني عن الحب وعن التفاؤل وعن الحياة وعن الإيجابية، وعرفتهم ويبتها حق ناس بطريقة ثانية. أول شيء كانوا متخوفين من لبسها، متخوفين أن شلون أنت قاعد تاخذين القرآن وتسوينه كذي. بس لما تلبس هالشيء وأنت مؤمن بالآيات ومؤمن أن هذا الشيء روحاني وفي حب وفي سلام وفي تفاؤل، صار هني شيء تبي تلبسه وتبي تتقلد فيه. نعم. على فكرة أختي أبرار، يعني الذهب أو يعني قطع المجوهرات الخاصة بالعرس تتم مع المرأة لين بعد عمر طويل إن شاء الله، زين؟ هل أنت مثلا تسوين مجموعة كاملة بحيث إذا يوم الأيام كان عندها حفلة مو عرس، يعني مثلا هل تقدر تأخذ هالقطعة هذه تصير هي من ضمن المجموعة بإمكانها تكمل عن الباجي، يعني تفصل هالقطع هذه؟ الحين هذه المجموعة الجديدة قاعد أسويها، قاعد أجرب أسوي فيها، وهذا الاختبار الجديد اللي قاعد أدش فيه. أي. إن القطعة تلبس بأكثر من طريقة. أي. تكون قطعة كبيرة حق مناسبة مثلا سهرة أو لا عرس، وتصغر وتتفتش وتصير قطع يومية. أي. فهم هذا الشيء يشجع المرأة إن لما تشتري القطعة تقدر تستخدمها بأكثر من استخدام، فما تصير إن بس حق سهرة، تصير تلبس بأكثر من مناسبة. بما أنك يعني من أوائل المصممات الكويتيات عندنا هني أبرار، هل أنت يعني الذهب بديتي تنتقلين منه كثقافة؟ يعني بدينا يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي نشوف أشخاص بدت يعني اهتمامهم من حبهم للشغلة، مثلا والله أبرار حب المجوهرات، يعني تبي توصلها لأكبر عدد ممكن من الناس. فهل عندك فكرة كذي أن الثقافة تنتشر بالموضوع هذا؟ طبعا، لأن الحين بطلت الحمد لله محل جديد وأكبر مساحة من محل القديم، صار عندي مساحة أقدر ألعب فيها بأشياء ثانية. وهني بلشت من السنة اللي طافت مشروع جديد تبع ذهبة اسمه كتاب ذهبة، حلقات نقاشية، دورات بالمجوهرات، دورات بالتصميم، حتى أعطيت دورة حق الأطفال بتصميم مجوهرات، دورات أستضيف فيها فنانين ثانين، مصممين ثانين، سواء بالمجوهرات ولا لا. هذه كلها لأن أنا مثل ما قلت مصممة مجوهرات صغيرة بالعمر، جديدة على السوق، صعبة على الناس بالبداية، كانوا إنه يثقون بمصمم مجوهرات جديد، لأن قاعد يشترون منه ذهب وأحجار كريمة وألماس، وهم متعودين على سوق معين حق الذهب والألماس. فلازم أنت تعود الناس إن أنت مصمم، وتعلمهم إن ترى أنا عارف شنو قاعد أسوي، أنا عارف بالذهب وعارف بالألماس، وهذه ثقافة جديدة. فلازم تنشرها حق الناس، تعالوا عندنا، قعدوا معنا، سولفوا معنا، عرفوا ان احنا ترى نعرف اللي قاعد نسوي، احنا مو قاعد نبيع سلعه، لا، احنا حابين هالشيء، دارسين هالشيء، متثقفين بهالشيء، ونبي مثل ما قلت ننشره كثقافه. ابرار، يعني هذا الذوق اللي انت تتكلمين عليه، يعني ذوق البنت الكويتيه في مساله المجوهرات، هل نقلتي مثلا لدول الخليج؟ هل يعني اسمك وصل هناك؟ بداوا يتعرفون على البنت الكويتيه المتخصصه في مجال تصميم المجوهرات؟ انا بلشت تصميم مجوهرات ب 2011، حزتها كانوا انا وثلاث تقريبا مصممات كويتيات اللي مبلشين بهالمجال.
أول ما بلشت عقبها تقريبا بشهر شهرين تواصلوا معي دبي في محل بدبي، شافوا شغلي بالإنترنت وايد عجبهم وبلشت أبيع معاهم من 2011 لليوم، منها البحرين، قطر، السعودية، تقريبا الحين في كل دول الخليج في محل يبيع مجوهرات ذهبة. ومنها لاحظت أن ما شاء الله حتى السوق الخليجي في الحين مصممات مجوهرات بحرينيات، في مصممات مجوهرات شطار إماراتيات وسعوديات وحتى قطريات، فهذا الشيء قاعد ينتشر عندنا بالخليج بشكل جميل. كل واحدة عندها تصاميمها الخاصة، ستايلها الخاص، ثقافتها الخاصة، ومع هذا المصممات هذول قاعدين يبيعون بالكويت وإحنا ككويتيات قاعد نبيع عندهم دول الخليج. أنت كمصممة في فرق بينك وبين اللي يبيع الذهب، هل تلقين يعني مشكلة أو يعني مع الصايغ أنه يعني أنت قاعد تبي له أفكار جريئة أو أفكار فيها مغامرة؟ احنا وايد مختلفين عنهم حتى بطريقة تسعيرنا وطريقة بيعنا حق المجوهرات. انت كمصمم لما تيجي تبيع قطعة سواء كانت مجوهرات ولا غير مجوهرات، في حسبة ثانية، حسبة ان انا تعبي وجهدي وفكرتي بالتصميم تدخل في سعر القطعة، فهذا الشيء يديد على سوق الكويت، يديد على سوق المجوهرات بالكويت. هم هني متعودين ان القطعة تنباع بسعر الذهب والمصنعية، المصنعية تختلف من قطعة لقطعة. احنا طريقتنا بالتصميم تكون نوعا ما مختلفة، وهذا الناس بلشوا الحين يعرفونها. انت جابين شغلك اول باول، يعني انت التصميم من البداية للنهاية؟ التصميم من البداية للنهاية، ويوميا اروح الورشة واقعد على راسهم وهم يسوون. منها من روحة الورشة اصلا بلشت اعرف، لما يقول لي مثلا صايغ المجوهرات، لانه هم متعودين على طرق معينة بالصقل، بشلون يحط قطعة الالماس ولا قطعة الحجر. اما احنا كمصممين وخاصة انا بعد كمعمارية يعني بعد متعودة على انه لازم شيء يكون مختلف. هو يقول لي لا ما تصير القطعة، وأنا أقول لهم بلى إذا سويتها بالطريقة الفلانية يمكن تصير، فنبدي نجرب مع بعض. هذه الخبرة طبعا ما راح تجي إلا إذا أنت مجابل الشغل، إلا إذا أنت تروح الورشة داخل معاهم، عارف أن هذا الإنسان يسوي الصب مال الذهب، هذا الإنسان يسوي البولش، وهذا يسوي السيتنج أو تركيب الأحجار، كل واحد لاختصاصه، كل واحد لمجاله، فشون أنت تتكلم هذا بلغته وهذا بلغته وهذا بلغته، وتكون عارف كل شيء عشان أهما يقدرون يطلعون لك قطعة المجوهرات اللي أنت حاطها بالك وراسمها صح. نعم. سؤال أخير قبل لا أروح حق الفرقة أبرار، شنو اللي بيدك الحين؟ شنو المعلومة اللي بتوصلينها حق اللي يتابعونك أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟ المعلومة اللي أبي أوصلها حق كل الكويتيين وكل الشباب وكل شباب العالم، وهذا شيء تعلمته عن تجربة من 6 سنين شغل بقطاعي الخاص ومن دورات ومن هذا، أن ماكو شيء اسمه شورت كت، ماكو طريق مختصر، ماكو شيء اسمه أنا أبدي وباشر أقطع 4 سنين بيوم واحد. صح. كل شيء خطوة بخطوة، كل شيء بالمثابرة وبالصبر وبشدة الحيل. الله يوفقك كذهبة كويتية اليوم احنا قابلناك. شكرا اختي أبرار. الله يسلمك. شكرا جزيلا لك. مشاهدين احنا متواصلين معكم في هذه اللقاءات الجميلة والحلوة من أسواق المباركية، فاصل بعدين فرقة أنور الشامي، الروح أرضي وجوي. Thank you.
شكرا زميلي سعد وفرقه انوار الشامي واسواق المباركين متواصلين معكم من الساعه 7:30 للساعه ان شاء الله 9 في هذا المكان الجميل والمميز لكل من يزورنا وتعنا وينا. نقول لحق علينا، احنا موجودين للساعه 9 في اسواق المبارك، لكن احنا عودنا المشاهد الكريم والحضور الكرام اللي موجودين معنا مسابقاتنا واسئلتنا راح نسالهم. راح ناخذ اول عائله موجوده معنا، تعالوا حياكم الله. حياكم الله، مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير. عرف عليك. منى. يا هلا يا منى، شو اسمك؟ بسمة. والله ونعم، شو اسمك؟ نور. حلوين، شوفوا الكاميرا هناك. سؤال سهل، انا هذا السؤال سالته قبل شوي، وركزوا ها. في اي عام تم بناء بيت العثمان المسمى حاليا بمتحف بيت العثمان؟ اي سنه؟ 1926، 1936، او 1946؟ واحده منهم صح. 1946. اقدر شو تقولين؟ صح صح صح. ايه والله انه صح فعلا، تستاهلون، عليكم بالعافيه، الف مبروك، حياكم الله. راح ناخذ العائله الثانيه. تفضلي تفضلي، مساك الله بالخير. الله بالخير. خلي قدام شوي، يعني خلي قدام الكاميرا هناك، تعرف عليك. استغلال. والله ونعم يا استغلال، حياك الله. ركزي معي اختي استغلال، من صاحب اول اغنيه بثتها الاذاعه الكويتيه في اول بث لها في عام 1951؟ وركزي معاي ها، هل هو الفنان رحمه الله عليه عوض دوخي، ولا الفنان عبد الله الفضال رحمه الله عليه، او الفنان محمود الكويتي رحمه الله عليه؟ واخذي مكافاه الماليه. طبعا محمود الكويتي. ما شاء الله عليك، والله فعلا محمود الكويتي الفنان رحمه الله عليه، والف مبروك حياك الله. ناخذ الاسره اللي بعدها حياك الله. تفضلي تفضلي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. عرف عليك. ام عبد الله. ام عبد الله، خلي شوف الكاميرا هناك، لا تطالعيني، طالع الكاميرا هناك. ام عبد الله، ما هي مهنه الشخصيه التي جسدها الفنان الراحل رحمه الله عليه فنان عبد السعيد الرضا في مسلسل عتاوله الفريج؟ وركزي معاي يا ام عبد الله عشان تاخذي المكافاه، تروحون تتعشون وتتمشون في اسواق المباركيه. طبيب، تاجر، محامي، واحده منهم صح. بسرعه. طبيب. طبيب. اثبت ثبت. اثبت إن شاء خلاص ان شاء الله. والله للاسف يا ام عبد الله، كان ودي تفوزي معي، لكن ناخذ الاسره اللي بعدها. حياك الله، تفضلي تفضلي، مساك الله بالخير. هلا والله. عرف عليك. ام عذبي. ام عذبي، تعالي خلي قدامك، خلي يشوفونك هناك اهلك. ام عذبي، قبل شوي سالت سؤال، ركزي معي، ما هي مهنه الشخصيه التي جسد فنان الراحل عبد السعيد الرضا رحمه الله عليه في مسلسل عتاوله الفريج؟ تاجر، طبيب، محامي، واحده منهم صح. يلا بسرعه، مع عبد الله معذي بسرعه. طيب قولي. ما ادري ها، شو تقولين؟ تاجر. ما ادري، تاجر. اثبت. ايه اثبت. والله للاسف، مشكور، حياك الله. ناخذ المسابقه اللي بعد، حياك الله، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير عليك. امين الصايغ وياك. والله ونعم، حياك الله. ما هي مهنه، خليكني لو سمحت، خليك امي، ما هي مهنه الشخصيه، شاف الكاميرا، التي جسدها الفنان الراحل عبد السعيد الرضا رحمه الله عليه في مسلسل عتاوله الفريج؟ طبيب، تاجر، محامي، واحدة منهم صح. شنو هي؟ شنو مهنة الشخصية اللي جسدها الفنان عبد السعيد الرضا في مسرحية أو مسلسل عتاوة الفريج؟ تاجر، محامي، طبيب، واحدة منهم صح. وشوف الكاميرا هناك، جاوب هناك. عتاوة الفريج؟ إيه. ما شنو قلت لي؟ اختار لك واحدة، محامي، تاجر، أو طبيب. تاجر. أكيد؟ أكيد. مشكور، حياك الله، يعطيك العافية. ناخذ السؤال اللي بعده، هيا تفضلي. تفضلي، مساك الله بالخير. نفس السؤال بسألك إياه. ما هي مهنة الشخصية التي جسدها الفنان الراحل عبد السعيد الرضا رحمة الله عليه في مسلسل عتاوله الفريج؟ محامي، تاجر، أو طبيب؟ تاجر. تاجر؟ إيه. أكيد؟ أكيد. أثبت؟ إن شاء الله. والله للأسف قلطانة، مشكورة، حياك الله. راح نرجع معاكم ونتواصل معاكم في أسواق المباركية، خلكم معانا. Thank you.
سلموا لي على اللي سمح لي فراقه حسبي الله على اللي حال بيني وبينه حسبي الله على اللي الله قايد الريم تاخذني عليه شفاقه ليتني طول عمري تبلت في يمينه الله قايد الريم تاخذني عليه شفاقه ليتني طول عمري تبلت في يمينه عاشو سلموا لي عاشو الله حسبي الله على اللي ويلا نسمع صفقه وينهم عاشو وين الصفقه عاشو ذكرت الليالي اللي مضت والصداقة عود القلب يرجف مثل رجف وسهلا بكم مشاهدينا متواصلين معاكم في أسواق المباركية في هذه الأجواء الأسرية الجميلة اللي تجمعنا مع أخواننا المواطنين والمقيمين وزوار هذا المكان التاريخي والتجاري في دولة الكويت أسواق المباركية. احنا دائما نسعد بلقاءاتنا المتعددة والمتكررة مع أخواننا المواطنين خاصة فئة الشباب منهم اللي دائما يتطوعون لخدمة المجتمع الكويتي كل حسب تخصصه وحسب هواياته. اليوم معانا اثنين من الشباب الكويتي اللي عامل ومتطوع في المجال الإعلامي، عندهم فريق زوم الإعلامي التابع لوزارة الشباب. معاي مؤسس وقائد الفريق الأستاذ جابر الرياحي. أهلا وسهلا فيك أخوي جابر. يا أهلا وسهلا. حياك الله معانا. الله يسلمك. إحنا اللي متشرفين أستاذ، سعد لنا اليوم إحنا معاك. أهلا وسهلا فيك. وإن شاء الله نقدم للجمهور شيء يليق فيهم ويليق فينا إن شاء الله. أكيد متشرفين فيكم. وإحنا وأيضا سلطان الشريعان المسؤول التنفيذي في فريق زوم الإعلامي. أهلا وسهلا فيك سلطان. أهلا بك، تشرفت اليوم. حياك الله. لكم وإن شاء الله نقدم شيء زين. أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله. أهلا وسهلا. ليش بالبداية ليش فريق زوم؟ شوف، هي زوم ما طلعت عبث، يعني زوم إحنا دائما إحنا نشوف الأشياء بشكل واسع. صح. لكن احنا حبينا نثبت مبدا تضييق الزاويه عشان تطلع الصوره احلى. دائما لما تطلع الشيء بتركيز عالي عليه، حط فوكس عليه. فوكس على ايه؟ مصطلح يعني اعلامي كبير يعني، بس انه 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 شلون تسوي زوم؟ ايه، شلون تسوي زوم؟ احنا قلنا ما نبي نسوي زوم على اي شيء. ايه؟ نبي نبين الجانب المشرق لدوله الكويت. يعني احنا كان عندنا هدف وايد سامي بالفريق، انه ان نبين ان الكويت يقدر، وان شاء الله بنزوم على هذا الشيء ان شاء الله. اكيد ما في شك. سلطان، انت المسؤول التنفيذي في فريق زوم الاعلامي، شنو دور المسؤول التنفيذي في الفريق؟ والله دوري بالموضوع وبالفريق عامه اني اراجع الوزارات، اسوي كتب رسميه للوزاره خاطب فيها الوزاره. نطلب منهم دعم رعايه وامور عاديه
اللي خفايف على التنفيذ مال التنفيذ اكون انا اللي مسؤول عنها. ولكن دور مميز يعني بالفريق ايضا تقدر تقول اكيد يعني هلا وسهلا فيك. على فكره اخوي جابر يعني قلت شغله حلوه ان فريقكم يعني قاعد يزوم يعني يوجه الى الايجابيات في دوله الكويت وهي كثيره. صحيح. يعني فهذه شغله حلوه انك يعني تنطلقون من الايجابيات الكثيره الموجوده في عندنا في دوله الكويت. فشنو انطلاقتكم اول ما بديتوا؟ شوف انطلاقتنا البدايه كانت فيلم اسمه فيلم تعايش معاهم. اي نفذنا هذا الفيلم وكان من بطوله احد ذوي الاعاقه، نوجه له التحيه اخونا عبد الرحمن العازمي وهو احد اعضاء الفريق كذلك. دائما نشوف ذوي الاعاقه انهم يعني يقولون عنهم انهم بعضهم ما يقدرون، يمكن اعاقته ما تساعده، لكن لما تعمقنا ودشينا اكثر في هذا المجال احنا احد اعضاء الفريق من ذوي الاعاقه، مشرفه الفريق كذلك اللي كانت من وزاره الشباب من ذوي الاعاقه، فقلنا نبي نقدم شيء لهذه الفئه واللي هي فئه كبيره بالكويت ولها ثقلها. فيلم تعايش معاهم كان يتكلم ان ذوي الاعاقه قادرين وحالهم حال اي مواطن سليم بدنيا، بالعكس محتاجين بس شويه تشجيع ومكان لهم. صورنا عبد الرحمن وهو موظف عادي ريسبشن وهو يستقبل الناس، وكان في شخصيه سلبيه بالفيلم يبي يتهاوش وياه، لكن يثبت انه العكس انه قادر يتعامل معاه بدون ما يتعصب بدون ما يتنرفز ويمشي يومه كامل. اثناء الفيلم يبين جانب ثاني، عبد الرحمن بعد بطل في التنس طاوله، فيعني كانت لمحه عن حياه عبد الرحمن لكن بصوره انسانيه وحلوه، وبينت وصلت حق الجمهور بالشكل المطلوب ويعني اثرت فيهم وصلت الرساله الحمد لله. يعني حتى رسالتكم الايجابيه هذه الحلوه اخوي جابر ان على مستوى العالم اصبح هناك يعني الكل ينادي ان ذوي الاعاقه يصير لهم اندماج في المجتمع. صحيح. حتى نعطيهم الفرصه ان يقدمون، وفعلا قدمتوا بطريقه صحيحه ان والله شخص موظف حاله حال غيره بامكانه يؤدي واجبه مجرد انه قاعد على كرسي. صحيح. وهذه الرساله الايجابيه الحلوه اللي انتم قدمتوها. نعم يعني. نعم بس الحلو بالموضوع ان تعمدنا ان نركز على الزاويه الانسانيه اكثر. أي. ان حتى لو نحط في موقف سلبي، حتى لو اللي جاي له عصبي، حتى اللي جاي له مهاوشتي، ما راح ينكمش وينحسر او يحس بضعف باعاقته، لا بالعكس راح يكون عادي جدا ومتعامل حاله حال اي مواطن. نعم. سلطان كم عددكم بالفريق؟ تقريبا ثمان شخص. اي ثمان اشخاص. ثمان اشخاص. شنو تخصصاتكم؟ يعني مثلا انت المسؤول التنفيذي، جابر المؤسس ورئيس الفريق. احنا والله مقسميننا. ايه؟ جابر قسمنا. ايه؟ انا مدير تنفيذي. ايه؟ عندنا وليد العنزي مدير الماليه. زهراء البغلي. ايه؟ أمين تسر، عندك زمزم العلي نائبة المدير، أنوار الشراح علاقات العامة، فكل واحد حطيناه بهالمكان كطبعة إنه يحب يشتغل بهالمكان، ما حطينا مكان واحد أنت ما تعرف تشتغل فيه. صح. عشان تحب أنت قطيناه بهالمكان. صح. عامل الابداع وايد مهم فعلا. والتخصص يعني اذا يعني الشخص اذا حطيته بالمكان اللي يحبه اكيد بالنهايه راح يبدع فيه. من متى كانت انطلاقتكم اخوي جابر؟ احنا انطلاقه الفريق الرسميه الحين صار لها تقريبا بندش بالشهر السادس او الخامس. كنا في برنامج تدريبي اسمه اكاديميه فولنتيرز، كذلك هو تابع حق وزاره الشباب. صح. واهلونا كفريق، احنا كنا ما نعرف بعض، يعني ما في ولا واحد يعرف الثاني. أي. فيعني تجمعنا تحت مظلة وزارة الشباب وقدمت لنا هذه الفرصة الذهبية أنا أسميها، لأن أنت دائما يكون عندك حب التطوع وعندك طاقة وعندك مجهود بس ما أنت عارف توجهه وين، أو ما عندك مثلا ما تعرف الناس اللي مثلك اللي يحبون التطوع. أي. فلما الوزارة جابتنا كلنا في نفس المكان بدينا نتعارف على بعض وكل من حسب مجاله وحسب ميوله وحسب هواياته، قدرنا الحمد لله نسوي شيء يعني ان شاء الله نفتخر فيه طول عمرنا ان شاء الله. عندكم شغله حلوه وجميله يعني ان الكويتي يقدر. صحيح. يعني صحيح. هذا المشروع ان شاء الله مشروعنا الجاي. ايه؟ اللي راح ننفذه على ثلاث مراحل. ايه؟ الكويتي فعلا يقدر، دائما نسمع نظرات عن المجتمع الكويتي انه اتكالي
معتمد على الخدامه، معتمد على 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 موظف من جنسيات اخرى، لكن لا، انا كويتي، حضرتك كويتي، ومصوره هناك كويتيه، ومصور هناك كويتي، الكويتي يقدر يسوي كل الوظائف اللي في المجتمع، والحمد لله. يعني احنا ان شاء الله راح نركز ونزوم على هذه الزاويه. نعم. انه فعلا الكويتي يقدر، وراح نسويها ان شاء الله على فيديو وحملات بالسوق، وان شاء الله راح نسوي شيء مع وزاره الشباب، قاعدين نجهز له ان شاء الله. ان شاء الله. سلطان، تستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي الانستغرام اللي قاعد تحطون تعرضون؟ نستخدمهم. اي. وعندنا واحد من اعضاء الفريق ماسكه. اي. هل عندكم اسم معين يعني زوم؟ مثلا يعني نعم، عندنا اسم بالانستغرام باليوتيوب. اي. والاسامي عند مديري. اي. الله يسلمك. شنو جابر عندكم مثلا واحد اللي بيتابع نشاطكم؟ احنا شوف عندنا هاشتاج الحين. اي. هاشتاج فعال. اي. تعايش معاهم. ايه. وخلك من النخبة. ايه. تونا خلصنا من مشروع اسمه خلك من النخبة، وثيقة شرف. ايه. كان المشروع على مرحلة أولى في جامعة الخليج. سوينا وثيقة شرف بأن المواطن يتعهد بأنه يحترم قانون المرور وما يستخدم التليفون أثناء القيادة. ايه. ويحترم رجال الشرطة ويفسح لهم الطريق. فلقينا تفاعل كبير، لكن طعمنا الموضوع بشويه شيء احلى، ان اللي عنده مثل اللي ما عنده مخالفات كرمناه، كنا نشيك على مخالفات الناس ونعطيهم، اذا ما عنده مخالفات كنا نكرمه ونعطيه جائزه يعني من الرعاة اللي موجودين. فيعني كانت حمله وايد ممتازه للمواطنين المقيمين، كانوا حسوا انه فرق عن اللي خالف، حتى المخالف صار وده يكون من النخبه هذه. فيعني وجهنا رساله بشكل غير مباشر حق المخالفين، ان خليك من النخبه. صح. هل عندكم يعني عددكم الحين يعني صاركم 6 أشهر بعدين أخوي جابر، هل يعني ناويين تطورون الموضوع، تستقبلون متطوعين؟ فعلا احنا ناويين ان شاء الله نفتح التسجيل. اليوم انطلاقة تفتيح، بطلنا باب الانضمام للفريق عبر برنامجكم. أيه. وإذا حاب تنضم، إذا حابين تنضمون معنا للفريق، ما عليك إلا بس تدخل على الانستغرام زوم فولنتيرز أو على هاشتاج تعايش معاهم، راح تلاقينا ونتشرف بالمحبين التطوع في الكويت. نعم. سواء مواطنين او مقيمين. نعم. عموما راح نتكلم على هذا الموضوع واذا في شروط معينه اخوي جابر واخوي سلطان، ولكن مشاهدينا احنا متواصلين معاكم، معانا نجيب القحطاني ومعانا فرقه انور الشامي. فاصل ولقطات جميله من مخرجنا وبعدين نروح الى الفرقه. نساني على شوفتك اليوم وليلة، أعد الدقايق والثواني تحر عاشو تحريتك سنين طويلة، وأنا خايف إن قلبك نساني على شوفتك اليوم وليلة، أعد الدقايق والثواني عيون الملك الهني عسى الله يردك بالسلامة وتسلم لي يا حلو المعاني عشو لو حسرتي وش عاد اسوي في وسط الحشا نار انت جوي لو حسرتي وش عاد اسوي في وسط الحشا نار تجوي حبيبي متى ضوك يضوي ظلامين من الفرقة غشاني
ولطيف الحشا وش اللي خلاك حرمت الهنا قلبا ترجاك لطيف الحشا وش اللي خلاك حرمت الهنا قلبا ترجاك علم الله قلبا ما تناساك ولا عن هواك احد الناني عشو سلام يلا نسمع الإيقاعات العب فوق عشو هوا البالي عجل بالرجوعي ترى الشوقي واللعب الضلوعي هوا البالي عجل بالرجوعي ترى الشوقي واللعب الضلوعي متى ضامرك يصحى ويوعي كيف من عذابي ما كفاني وتحريتك سنين طويلة وانا خايف ان قلبك نساني على شوفتك كل يوم وليلة اعدت دقايق وثواني واعدت دقايق العب يا زين العب يا زين العب فوق سلام 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 على شوفتك اليوم وليلة الله على شوفتك اليوم وليلة أعداد دقايق والثواني متواصلين معكم مشاهدينا في هذه الأجواء الأسرية الجميلة في أسواق المباركية وهذا الجمهور الكبير المميز خاصة يوم الجمعة تكون المباركية هي المحطة الأساسية للكثير من إخواننا المواطنين والمقيمين وزوار هذا المكان التجاري والتاريخي. احنا متواصلين معكم ومتواصلين مع لقائنا المميز مع إخواننا الشباب الكويت المتطوع أصحاب فريق زوم الإعلامي جابر الرياحي وسلطان شريعان. أهلا وسهلا فيك أخوي جابر مرة ثانية. أهلا وسهلا سلطان اهلا وسهلا فيك. يا هلا بك زودي. سعداء جدا في وجودكم. قبل شويه قلت انت اخوي جابر ان فتحتوا المجال نعم للتطوع، فهل هناك شروط معينه مثلا للراغب للانضمام الى فريق زوم الاعلامي؟ والله حاليا احنا شروطنا خفيفه وبسيطه، نبي نستقطب اكبر عدد من الشباب والبنات، ما عندنا شرط الا انه يكون ما بين في فئه عمريه من 18 ل 34 ويكون حاب التطوع، يكون انه ينظر للتطوع انه هو عمل مخلص لوجه الله سبحانه وتعالى وانه يرفع في راية بلد الكويت. ما عندنا اي شر ثاني الا انك تكون حاب هذه تكون حاب هذا المجال. حياك الله بين اخوانك واخواتك في فريق زوم التطوعي. شلون يوصل لكم؟ شلون يسجل اخوي جابر؟ يتواصل معنا على هاشتاج تعايش معاهم اي على الانستغرام او يواصلنا عن طريق الحساب نفسه زوم فولنتيرز. مرة ثانية زوم؟ زوم فولنتيرز. اي. بس انا على اساس الاسم طويل شوية فعلى هاشتاج تعايش معاهم تلقونا ان شاء الله. نعم. سلطان انت اللي عرفته انك تخصصك لغة عربية وانت طالب في جامعة الكويت، شو اللي خلاك وانت طالب يعني في الجامعة وعندك يعني التزامات دراسية انك تتطوع في هذا المجال؟ والله من نوعي ان انا احب الشغل التطوعي. اي. وانا من نوعي من وانا صغير احب التطوع.
ومن نوع تخصص اللغة العربية بالجامعة صحيح، بس أنا من ميولي تخصص إعلام، أحب الإعلام، أحب علاقات عامة، نبين الناس، نبين مشاكل الناس، نحلها، نسويها. نعم. فأنا ميولي حيل بالإعلام. نعم. فيوم دشيت الأكاديمية قالوا لي اختار بين 8 أفرقة. أي. قلت لا أبي الإعلام. أي. لأن ميولي حيل بالإعلام، أحس إني أعرف أشتغل فيه. الله يعطيك الصحة والعافية. يعافيك. أخوي جابر، يعني شنو المرحلة القادمة إن شاء الله بعد تعايش معهم يعني؟ إن شاء الله عندنا مشروع الكويتي يقدر. أي. وراح نسلط فيه الضوء على زاوية مهمة في المجتمع بالكويتيين المبدعين، وإن فعلاً هم قادرين يشغلون كل الوظائف بكفاءة عالية، ومو بس بكفاءة عالية، بإبداع عالي. وراح تكون في مرحلة ثانية من المشروع بإن ننزل للناس ونشوف الكويتي شنو سوى فعليا على ارض الواقع، وان راح نسوي مثل ما تقول، يعني هي الصوره مالت المشروع اللي الحين مو واضحه، الحين قاعد ندرسها، لكن هو راح يكون اقرب الى استبيان عام شبابي في الجامعات خاصه، ان شنو 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 سووا هم، وهل هم قاعد ينظرون لابائهم بنفس الطريقه، هل وده يصير مثل ابوه. يعني الجيل الاول تعبوا في الكويت وبنوها ووصلوها للمرحلة الوفرة المالية اللي احنا فيها اليوم، فهل انت ودك تصير مثل ابائك واجدادك في الكويت، ولا فقط انه قاعد توجه للدراسة؟ فراح نبين ان شاء الله جانب راح مهم. تطلعون من المكاتب جابر، تنزلون بالشارع، تقدمون افكاركم حق الناس. قبل شوي قلت شغلة حلوة، التفاعل مع قانون المرور الجديد. اي نعم، احنا سوينا حملة مرورية. الحملة المرورية هذه كان اسمها حياتنا بالسلامة أحلى. أي. وسوينا فيها خلالها فعالية اسمها خلك من النخبة. أي. خلك من النخبة أنك أنت ما تخالف قانون المرور. فعلا نزلنا، كان المرحلة الأولى في جامعة الخليج، وإن شاء الله قاعد ننسق مع جامعة الكويت أن راح نسوي الفعالية عندهم، لأن عجبتهم الفعالية. وبعد الجامعات راح ننتقل إن شاء الله إلى المجمعات. لقينا صدى حلو وايد من الناس. وثيقة الشرف، يعني كل ما اي احد يوده يوقع ويشوف شنو هالموضوع، ليش الناس قاعد تعهد، ليش الناس قاعد توقع. فعلا الشباب، خاصه الشباب الواعي المثقف اللي وصل لمرحله الجامعه ولك صوره مباجي اخوانهم، قاعد يضايقون من تصرفات الاستهتار بالشارع. كذلك وجهنا الى مدير رابطه الكويت، مدير رابطه الشيخ باسل صباح الله يرحمه، في على الدائره السابع، كان قاعد يوجه كلمة إلى الشباب بأن إذا أنت عندك هواية السيارات، هواية الاستعراض، حياك عندنا النادي وفرغ طاقتك فيها، ما لا داعي تزعج الناس بالشارع وتزعج المواطنين أو المقيمين، تزعجهم بتصرف أرعن أو استهتاري، بالعكس تعال عندنا النادي وفرغ طاقتك كلها كاملة. يعني وهذه الطاقات الإيجابية اللي احنا قاعد نقول عنها، وانتوا اللي قاعد تسعون ان تطلعون الشغلات الإيجابية في دولة الكويت، عندكم مكان جابر مثلا تجتمعون فيه كفريق؟ والله حالية. احنا نتمنى الدعم من وزارة الشباب بأن يوفرون للفرق التطوعية أماكن، احنا ما عندنا مكان ثابت، لكن إن شاء الله وزارة الشباب هي مو مقصرة معنا صراحة، بس احنا عارف، انت عارف ان عدد الفرق التطوعية كبير. طيب. لكن نأمل منهم إن شاء الله أن يوفروا لنا مكان. سلطان، ما شاء الله أنتم يعني فريق إعلامي، فتبون يعني هل عندكم كافة تخصصات؟ يعني في ناس قاعد يتعاملون معهم كأشخاص محترفين قاعد يساعدونكم؟ يعني الفريق الإعلامي عندما يظهر برنامج مثلا أو تسوون برنامج، تبون مخرجين، معدين، الناس يقدمون مونتاج، يعني كافة التخصصات موجودة عندكم وهذه متوفرة من الشباب؟ هذه موجودة. أيه. مرات. أيه. من وزارة الإعلام نرسل لهم كتاب يساعدوننا. أيه. ومرات من هيئة الشباب، جزاه الله خير عبد الرحمن المطيري مدير هيئة الشباب بالفيحة. أيه. رحت قابلته وكلمناه على الموضوع التصويب شنو، هو قال لنا احنا فاتحين بيباننا لكم. أيه. حياكم بأي وقت. أيه. واعرضوا فيد مالكم، احنا نعدله لكم، نسوي لكم مونتاج، نضبطكم شغلكم. أيه. ونعطيكم اياه. وانت متواصل في تطوعك سلطان، يعني حاب هالشغله هذه، يعني مبين من كلامك انك انت شخص حاب هالشغله هذه وراح تستمر فيها حتى لو تخرج من الجامعه، لانها شغله يعني اجتماعيه وانسانيه. اي نعم، انا مو بس بفريق زوم، انا في كذا فريق داش فيه. ما شاء الله. قبل فتره المهرجان الشباب المسرحي. أي. كنت ماسك فيه علاقات العامه. لك أنشطة كثيرة يعني. ملتقى الإعلامي اللي مال الراضي خميس. أي. ماسك فيه، وهذا القادم راح أمسك فيه علاقات عامة في آي بي.
ان شاء الله. فانا احب الشغل هذا. حلو. على قولتهم اي مكان فيه تطوع تلقاني فيه. حلو، الله يعطيك الصحة والعافية. يعافيك. اخوي جابر، يعني البنت الكويتية ما دام انتم يعني، وخاصة مثل انتم قاعد تشوفون الحين قدامنا خواتنا يعني الكويتيات ماسكين التصوير. صحيح. فانتم في فريق اعلامي ايضا فاتحين المجال حق انا نائبة القائد استاذة زمزم العلي. ايه. وعندي امينة السر كذلك زهراء البغلي. ايه. صراحة من خيرة بنات الكويت ولك صورا بالجميع. باب يعني باب التطوع مو محكور على فئة الرجال، لكن في خجل شوية بالبداية يصير من خواتنا، لكن لما يدخلون يشوفون الجو الأسري والجو الأخوي اللي موجود يشوفون أن هذا المكان اللي فعلا ودهم يبدعون ويستمرون فيه. نعم، يعني مثل ما قلت يعني تحقق مشروع او جمله الكويتي يقدر، خاصه من اصحاب التخصصات. بعد مرات يعني احنا قاعد نسالك اخوي جابر، يعني انتم اخترتوا المجال الاعلامي وهو مجال يعني مجال مو سهل، ولكن انتم قد التحدي تبون توصلون الايجابي عند ديرتكم في هذا المجال الاعلامي يعني. نعم نعم، المجال فعلا مو صعب ودهاليزه كثيره. مثل ما انت عارف ساعات تنقصك بعض الخبرات. يعني قاعد يعني نسعى ان نوصل لمخرجين لمعدين لمدراء انتاج عشان يوفرون لنا بعض الشغلات اللي احنا تنقصنا. بالمناسبه نشكر الاستاذ لؤي مقدم، يعني ما قصر معنا في مونتاج فيلم تعايش معاهم، وهو احد اقدم تريا اعتقد في الكويت. اكيد نوجه له تحيه، بالعكس زميلنا واخونا يعني. والله والنعم، يعني صراحه ما قصر معنا. وكذلك يعني شخصيات عديده من تلفزيون الكويت مثل ابرار المطوع، والله وايد ما يحضرني اسامي. نعم. قاعد يحاولون يجتهدون شخصيا. ايه. بانهم يقدمون مساعده حتى لو ما كانت بشكل رسمي. عندكم مشروع ثاني يعني انتم سجلتوا تعايش معاهم ونزلوا وشافوا الناس. نعم. يعني تحت ايدكم الحين في شغل حاليا قاعد نجهز حق مشروع الكويتي يقدر، وان شاء الله الايام قادمه بالمشاريع الكثيره ان شاء الله. نعم. عموما اخوي جابر الله يعطيك الصحه والعافيه، واخوي سلطان مشكورين، وتلفزيون الكويت انت وشباب الكويت، وان شاء الله يعني في النهايه انت وراح تعملون في وزاره الاعلام كاشخاص يعني بديتوا تتخصصون في هذا المجال، واسواق المباركيه مفتوحه لكم في اي عمل بامكاننا نعرضه حق المشاهدين. شكرا جزيلا على حضورك جابر، وشكرا جزيلا سلطان. العفو بعد راسي. الله يعطيكم الصحه والعافيه. نجيب قحطاني موجود في مكان آخر في أسواق المباركية، ولكن نروح فاصل. شكرا زميلي سعد، ومثل ما احنا مشاهدي الكرام معاكم في اسواق المباركيه حتى الساعه 9 مساء في هذا اليوم، لكن احنا عودناكم في مسابقاتنا واسئلتنا حق الجمهور اللي موجود معنا. سؤال نسال اياه، نقول له ثلاث اختيارات، يحاول يركز، احنا نحاول نساعد، بس اذا بعد المسابقه ما يعرف الاجابه ما نقدر احنا. تفضل، مساك الله بالخير، يعطيك العافيه. الله يعافيك. تعرف عليك سعد وسعيد. انت رياضي؟ يعني ممتاز. بس لك سؤال رياضي، كم عدد البطولات التي فاز بها منتخب الكويت لكرة القدم في كأس الخليج العربي؟ تعرف ولا أعطيك اختيارات؟ لا أعطيك اختيارات. ممتاز. 10 5 8 واحدة منهم صح. 8. تأكد؟ إيه إن شاء الله. أثبت؟ إن شاء الله بإذن الله. ما تغير؟ إن شاء الله بإذن الله. ما تغير؟ بإذن الله. خلاص. والله ودي أساعدك بس والله خطأ الإجابة. مشكور، يعطيك العافية. ناخذ المتسابقة اللي بعدها. مساك الله بالخير، يعطيك العافية. أهلين. هلا أخوي. تعرف عليك؟ مريم. مريم، سؤالنا سهل وما يبي له شيء، وركزي معي يا مريم، انا والله ودي كلكم تفوزون. من هو اول مطرب كويتي غنى خارج الكويت؟ تعرفين ولا اعطيك اختيارات؟ اختيارات. عبد اللطيف الكويتي، محمود الكويتي، او عوض دوخي؟ واحده منهم صح. عوض دوخي. اثبت. ما تغيرين؟ لا ما غير. منو؟ عوض دوخي. قولها بعد مره. عوض دوخي. والله ودي اساعدك بس والله للاسف والله خطا. حياك الله تعال، بس لك السؤال الرياضي اللي قبل شوي، ركز، ابيك تاخذ الجائزه المكافاه.
كم عدد البطولات التي فاز بها منتخب الكويت لكرة القدم في كأس الخليج العربي لكرة القدم؟ 5 8 10 واحدة منهم؟ 10 أكيد. أكيدين. شو اسمك؟ عبد الله. والله يا عبد الله ألف مبروك عليك بالعافية، المكافأة هذه المالية وراح نعطيك إياها. حياك الله، مشكور يا عبد الله. ناخذ المسابقة اللي بعدها. حياك الله، تفضلي. مساك الله بالخير. بسألك نفس السؤال وشوف الكاميرا هناك، لا طالعيني أنا، طالع مشاهدين. سؤالنا يقول: من هو أول مطرب كويتي غنى خارج الكويت؟ هل هو عبد اللطيف الكويتي، محمود الكويتي، عوض الدوخي؟ عوض الدوخي. أكده؟ أكيد. أكيد. إن شاء الله. ما تغيرين؟ ان شاء الله. ان شاء الله نقولك مشكوره. ناخذ اللي بعده. حياك الله، تفضلي. تفضلي. انا دائما ودي اشكرهم على الاسئله هذه. حياك الله، ركزي معاي. ها؟ الله يرحم شيبانك. ها؟ مدها. حياك الله، انزين، بس خليك لو سمحتي يمي. اسال السؤال. مسلسل اجلح واملح، من الثنائي اللي قام ببطولته هذا المسلسل؟ من هو؟ خالد النفيسي وسعد الفرج؟ حس عبد الرضا ومحمد المنصور؟ او علي المفيدي وغانم الصالح؟ غانم الصالح. اكيد. اكيد. اثبت. ثبت. والله مشكوره، يعطيك العافيه. حياك الله، تواصل معاكم مشاهدي الكرام. راح اروح معاكم الى موقع اخر في اسواق المباركيه، نروح لفرقه انور الشامي في اسواق المباركيه. نطلع فاصل. عاشت كويت العرب عبر الأجيال في عزها دايما والرب يحميها. عاشوا أهل الكويت، عاشوا. عاشت كويت العرب عبر الأجيال في عزها دايما والرب يحميها. عاشوا أهل الكويت، عاشوا. يلا وانا طالبك يا الواحد الوالي تحفظ لنا دارنا يلا وتحميها. في ظل شيخ الشيوخ وماضي الافعالي تعيش يا شيخ ديرتنا وغاليها. عاشوا شيوخنا، عاشوا. قالوا كويتي وقلت احقق امالي وابني حضارة بلادي وافتخر فيها. هلا عاشوا. انا كويتي وابوي وجدي وخالي وقت الشدايد بغالي الروح نفديها. عاشوا اهل الكويت، عاشوا. يلا وانا طالبك يا الواحد الوالي تحفظ لنا دارنا يلا وتحميها. هلا عاشوا. قالوا كويتي وقلت احقق امالي وابني حضارة بلادي وافتخر فيها. الله صفقة. عاشوا عاشوا عاشوا. عاشوا، الله يسلمون. عاشوا أهل الكويت، عاشوا.
شكرا لفرقه انور الشام يعطيكم العافيه، عساك بعلق ويا سواق المباركيه. باج عندنا 7 جوائز عندنا موجوده، وراح نسال المتسابقين اللي موجودين معنا. حياك الله، معنا اخونا من المملكه العربيه السعوديه، مساك الله بالخير، يعطيك العافيه. مرحبا، حياك الله. ابيك تعال جدي بهني وشوف الكاميرا هناك، تعرف عليك جابر العجمي. والله ونعم، حياك الله، كيف حالك؟ امورك طيبه؟ شلون سواق المباركيه معك؟ والله 100 100، ما شاء الله، زحمه مرتبه، كل ما ندور نحصل فيها. احنا بنسالك سؤال وان شاء الله تاخذ هالمكافاه اللي موجوده، مسلسل اجلح واملح، ابشر. حاضر، من الثنائي اللي قام ببطوله هذا المسلسل؟ هل هو خالد النفيسي وسعد الفرج؟ عبد السعد الرضا ومحمد المنصور او علي المفيد وغانم الصالح؟ علي المفيد وغانم الصالح، خالد النفيسي وسعد الفرج، او عبد السعد الرضا ومحمد المنصور؟ يلا اسرع. علي المفيدي. علي المفيد وغانم الصالح او عبد السعد الرضا ومحمد المنصور؟ حسين عبد الرضا ومحمد المنصور. تأكد؟ تأكد. أكيد. أكيد. منو؟ حسين عبد الرضا ومحمد المنصور. مبروك، تستاهل والله، ألف مبروك، حياك الله. ناخذ اللي بعده، حياكم الله، تفضلوا تفضلوا، مساك الله بالخير. هلا مرحبا. تعرف عليك؟ عادل العنزي. هلا يا عادل، حياك الله. مبارك العنزي. ونعم، حياكم الله. شوفوا الكاميرا هناك يا عادل ويا مبارك. ما هي مهنة الشخصية التي جسدها الفنان الراحل عبد السعد الرضا في مسلسل عتاوة الفريج؟ طبيب، تاجر، محامي. محامي. شو تقول؟ محامي. شو تقول؟ محامي. والله محامي فعلا، الف مبروك، تستاهلون، عليكم بالعافيه، حياكم الله. نروح حق اللي بعده، حياك الله، تفضلي تفضلي، مساك الله بالخير، تعالي شوي هني قدام، مساك الله بالخير. مسيك بالنور. شوف الكاميرا هناك، شو اسمك؟ عريب. حلو، من هو اول مطرب كويتي غنى خارج الكويت؟ عوض دوخي، محمود الكويتي، عبد اللطيف الكويتي. عبد اللطيف الكويتي. عبد اللطيف الكويتي. الكويتي؟ اي. متأكدة؟ ان شاء الله. والله صح، الف مبروك عليك بالعافية، حياك الله، تفضل، مساك الله بالخير ويعطيك العافية. تعرف علي؟ خالد الخالدي. يا لي خالد. خالدي، كم عدد البطولات التي فاز بها منتخب الكويت لكرة القدم في كأس الخليج؟ كرة القدم كم فازوا؟ 5 10 8 10. تأكد؟ اي. ما تغير؟ لا ما تغير؟ ما غير. والله ما تغير، الف مبروك عليك بالعافيه، تفضل. ناخذ بعد غيرهم، ناخذ بعد متسابقين. مساك الله بالخير. مساء النور. مساك الله بالخير. النور. اعرف عليك. فيصل عبد الله. حياك الله يا فيصل. في اي عام تم بناء بيت العثمان؟ هذا سالناه قبل شوي، راح نسالك سؤال ثاني. من هو صاحب اغنيه هذا سالناه قبل شوي، نسالكم بعد. من هو اول رجل اطفاء في الكويت؟ محمد صالح العجيل، علي عبد الرزاق المطوع، او عبد الرزاق الخالد؟ عبد الرزاق الخالد. اكيد ان شاء الله. يعطيك العافيه، مشكور، حياك الله. راح نرجع معاكم، نطلع فاصل في اسواق المباركين، نتواصل معاكم في هالمكان الجميل والمميز والتراثي. متواصلين معكم مشاهدينا عبر الفضائية الكويتية، وهذه اللقطات الأرضية والجوية الجميلة من أسواق المباركية، وهذه الأجواء الأسرية الجميلة اللي قاعد نشوفها في هذا المكان التجاري والتاريخي اللي موجود عندنا في دولة الكويت، واللي يحظى باهتمام وزيارة من أخواننا المواطنين والمقيمين وزوار دولة الكويت. احنا نوعدكم دائما من خلال وزارة الإعلام أن نكون معاكم كل خميس وجمعة من خلال الفرق الشعبية اللي تحرص وزارة الإعلام على تواجدها في هذا المكان التاريخي التراثي، وايضا يقدمون تراث دولة الكويت، وايضا نوعدكم خلال ان شاء الله الاسابيع المقبلة ايضا ان ننقل من اماكن اخرى تراثية في الموقع يوم البحار. هناك ايضا تعاون ما بين وزارة الاعلام وما بين قطاع السياحة في وزارة الاعلام في ان ايضا ننتقل الى مكان حلو وجميل من خلال الاسابيع المقبلة في موقع يوم البحار ان شاء الله. ايضا ما زلنا متواصلين معاكم وفرقة انور الشامي للفنون الشعبية اللي ايضا قاعد تقدم اغانيها الجميلة للجمهور الموجود معانا هني.
ناخذ لقطات حلوه وجميله للجمهور الموجود وبعدين نروح حق انور الشامي. وعينو رمني بين نار وجني جمرة حرقني او النان اللي يجمل جدي قلبي غدابه رمني يا سلام يا زين ارحم ويا زين ارحم ان قلبي سيادم وما ظني يسلم او النان اللي يحضرن كذي قلبي غدابه عشوق رمني يا سلام يلا نسمع صبقه صبقه وينهم عشوق عشوق العب العب ابيض غالي وليتو حلالي او المالي مالي او النان اللي يجمل كذي قلبي غدابه رمني يا سلام هلا عشوق يا زين ارحم يا زين ارحم ان قلبي سيادم ما ظلني يسلم او النان اللي الحاضرين كذي قلبي غدابه رمني يا سلام الله عاشوا اللي صبقون عاشوا الله عليكم يلا نسمع صفقه صفقه وينهم عاشوا عاشوا سلام سلام ابيض غالي وليتو حلالي او المالي مالي او النان اللي يجمل كذي قلبي غدابه يعيشون الجمهور عاشوا وين الصبقه وينهم عاشوا هلا او النان اللي يجمل او النان اللي يجمل هلا والنان اللي الحاضرين يلا نسمع صفقه وينهم عاشوا فوق فوق العب العب او النان اللي يجمل كذي قلبي غدابه عاشوا والله يسلمون عاشوا شكرا لفرقه انور الشامي في اسواق المباركه متواصلين معاكم حتى الساعه 9 ومثل ما احنا عودناكم مشاهدي الكرام في لقاءاتنا وجولاتنا ولقاءاتنا حتى مع المواطنين والمقيمين واخواننا العرب اللي موجودين معنا في اسواق بناخذ اخونا والمتسابق اللي موجود معنا حياك الله ومساك الله بالخير يعطيك العافيه الله يعافيك اعرف عليك صالح المصعبي من السعوديه نعم والله اخوي صالح شو اسمك يا صغير لحسن صالح والله ونعم حياكم الله كيف حشركم اسواق المباركيه ابد والله ما شاء الله جايين لعاني من السعوديه عشان نشوفها ونشوف التميز اللي فيها والتراث تجمع بين التراث القديم والحاضر المجيد ان شاء الله
ود الكويت عامره باهلها وحكامها ان شاء الله. يعطيك العافيه، عساك على القوه. هذا بلدك، ما نقول الثاني، هذا بلدك الاول. انت اخواننا وهنا في المملكه العربيه السعوديه واخواننا في دول مجلس التعاون. لكن عندنا سؤال، وركز ركز. اسم الولد؟ ابو عوض. ابو عوض، ركز يا ابو عوض. ما هو اقدم ميناء تجاري في دوله الكويت؟ سهل ما يبلى شيء. الاحمدي. لا تستعيل، اصبر شوي، هد السرعه. ميناء عبد الله الدوحه او ميناء الشويخ؟ ما ادري. من عبد الله الدوحه من الشويخ. الشويخ اكيد اكيد. شو تقول؟ من الشويخ؟ متاكد؟ ابوك قال من الشويخ. مع الوالد؟ والله انك مع الوالد، تستاهل. الف مبروك، هالمكافاه عليك بالعافيه، حياك الله. وناخذ المتسابق اللي بعده. تفضلي تفضلي، مساك الله بالخير. هلا، مساء النور. السؤال ركز عليه. ام شنو؟ ام عبد الله. ام عبد الله. ام عبد الله. ام عبد الله، من هو اول رجل طاف الكويت؟ هل هو صالح العجيل، علي عبد الرزاق المطوع، او عبد الرزاق الخالد؟ عبد الرزاق الخالق. اثبت؟ ثبت. ما غير؟ باذن الله. اكيد ان شاء الله. والله ودي تربحين، بس والله للاسف. ناخذ اللي بعده. حياك الله، تفضل، مساك الله بالخير. هلا والله، الله يحييك. العافيه، الله يبقيك. عليك نواف العتيبي من السعوديه. والله ونعم، حياك الله، كيف حالك؟ يبقيك. ايش رايك بسواق المباركيه؟ والله تمام، ممتاز. انزين، بسالك سؤال وركز معي، ها، ما دام انك اخونا وهنا من المملكه العربيه السعوديه واخواننا من دول مجلس التعاون، من هو اول رجل اطفاء بالكويت؟ هل هو عبد الرزاق الخالد، علي عبد الرزاق المطوع، او محمد صالح العجيل؟ واحده منهم صح. اتوقع مطوع. المطوع او عبد علي عبد الرزاق المطوع، خليك هناك، او عبد الرزاق الخالد، او محمد صالح العجيل، واحده منهم. انا اتوقع مطوع. مطوع؟ مطوع. اكيد؟ اكيد ان شاء الله. والله ودي اربحك، بس للاسف. لا. مشكور. راح نروح معاكم مشاهدينا الكرام، نطلع فاصل ونروح ننتقل معاكم الى موقع اخر في اسواق المباركيه. رجي خلي سكر زلالي، لا عطش تشرب من رجه. وعلي وعلى حالي. يا سلام. وعلي وعلى حالي. وعلي وعلى حالي. وعلى المجبود اللوني. الله انظروني وارحموا حالي. وانظروني وارحموا حالي. انظروني وارحموا حالي. والصبر يا ناس ما طيقه. وعلي وعلى حالي. عشوق. وعلي وعلى حالي. يا سلام. وعلي وعلى حالي. وعلى المجبود. ويلا نسمع صفقه، وين عاشوا الحاضرين. سلام سلام. الله الله، عاشوا يعيشون اللي صفقون. عاشوا. عندي باب الزين ودوني، عندي باب الزين ودوني، عندي باب الزين ودوني، وطرحوني عندي بابه. وعلي وعلى حالي. وعلي وعلى حالي. وعلي وعلى حالي. وعلى المجبود اللوني. الله عندي باب الزين ودوني، عندي باب الزين ودوني، عندي باب الزين ودوني، وطرحوني عندي بابه. وعلي وعلى حالي. وعلي وعلى حالي. وعلي وعلى حالي. وعلى المجبود. فوق فوق فوق. صفقة صفقة، وينهم؟ يلا يلا.
يلا سلام سلام سلام. الله شوفي عين الحلم عياني، شوفي عين الحلم عياني، شوفي عين الحلم عياني، للفرح راحوا يحضرونا. وعليا الله شوفي عين الحلم عياني، شوفي عين الحلم عياني، شوفي عين الحلم عياني، للفرح راحوا يحضرونا. وعليا وعلي وعلى حالي، وعلي وعلى حالي، وعلي وعلى حالي، وعلى المجمول دلوني، وعلى المجمول الله، وعلى المجمول والله. الله عشو عشو هو بالماي هو بي عشو. شكرا فرقة انور الشامي في اسواق المباكر. راح ناخذ المتسابقين اللي موجودين معانا اخر اثنين. تفضل حياك الله، مساك الله بالخير، يعطيك العافيه. الله يعافيك. تعرف عليك ماجد الشمي. حياك الله يا ماجد. تعرف عليك محمد الظفير. سؤال لكم اثنينكم، من هو اول رجل اطفاء في الكويت؟ وركزوا معي هالاسئله كلها معلومات. من هو اول رجل اطفاء؟ عبد الرزاق الخالد، علي عبد الرزاق المطوع، او محمد صالح العجيل؟ انا اقول محمد صالح العجيل. تاكد تاكد. شو تقول؟ والله العجين ما يحتاج. الله صح عليكم بالعافيه، هالمكافاه حياك الله. ناخذ المتسابق اللي بعده. تفضل تفضل حياك الله. تفضل يعطيك العافيه، عساك على القوه. الله يقويك. عرف عليك نايف. يا هلا يا نايف. نايف كشك الشيخ مبارك الصباح، هذا الكشك على يديني اليمين موجود. نعم. في عام تم ترميمه 2010 2012 او 2011؟ اعتقد 2011. اكيد اكيد. اي شهر؟ بساعدك، شهر 3. حياك الله، ألف مبروك، مبروك عليك بالعافية، المكافأة مشكور. حياك الله. مشاهدي الكرام، تواصلين معاكم في آخر دقائق في هذا البرنامج. راح نروح إلى زميلي سعد في موقع آخر في أسواق المباركية. شكرا للزميل نجيب القحطاني لفقرته، كانت الفقره الاخيره في حلقه اليوم. فرقه انور الشامي للفنون الشعبيه متواصله معانا حتى بعد نهايه البرنامج، راح يتواصلون ان شاء الله لغايه الساعه 10 مساء. نشوفكم ان شاء الله الخميس المقبل مع فرق شعبيه جديده وجميله. شكرا لكم على حسن المتابعه. ننتقل الى انور الشامي. يلا يلا فوق صفقة. ها ها عاشر. هذا اللي فاتح داره يحب أهله وداره، أو تحس فيكم إنك عمره أبد ما يردك حتى وهو ما يعرفك، وخف طين أبد ما صارت، أو الناس كلها قالت وجمال ذوق وكشخه، من لويته تعرفه احسن رفيج بسفره. هذا وهذا اللي فات، وهذا هو الكويتي، وهذا هو الكويتي، وهذا هو الكويتي، هذا هو الكويتي. ويزعل ويرضى بسرعه، وزع
سود الكرامة بطبعه